عودة من جديد لكل الناس اللي بتابعنا اليوم في حلقة صباحات سودانية. بالتأكيد تتواصل فقراتنا لهذا اليوم عبر هذه الحلقة، حلقة الثلاثاء من صباحات سودانية. من حي كمان كل الناس اللي بتابعنا على كل منصات التواصل الاجتماعي، طبعا الناس خارج السودان اللي عندهم انترنت وكده، فبالتأكيد تحية لهم وتحية لكل السودانيين في دول المهجر. وصلنا للملف الأول. في كثير جدا من الناس بيعانوا من النحافة، يعني بتلقاهم ما شاء الله يعني بيأكلوا كثير لكن ما ظاهر عليهم في الوزن بتاعهم. فبالتأكيد حنناقش الأسباب اللي بتأدي إلى النحافة وعدم زيادة الوزن مع الدكتورة نهلة صلاح، اختصاصي التغذية. طبعا الفقرة دي تأتي تحت عنوان يأكلون ولا يزيدون. مرحبا بك دكتورة نهلة معنا في صباحات سودانية. أهلا عليكم. السلام ورحمة. هتكلم لكم الليلة على النحافة أو الناس اللي هم بيأكلوا وما بيزيدوا. بالتأكيد مرحبا بك. خلينا دكتورة نتكلم عن مصطلح ذاته النحافة، كيف أنتوا طبيا بتعرفوه؟ أول حاجة النحيف ده طبعا الزول اللي هو يعني وزنه ممكن يكون أقل من الوزن المثالي أو الوزن المفروض اللي هو يكون يعني وصل له، أو ناس أشكالهم أو ما سمين، عكس سمين يعني نحيف عكس سمين، فده ممكن يكون مصطلح النحافة. النحافة تمام. طيب نتكلم عن الأسباب. يعني إنسان بيأكل طوالي ملتزم في وجباته، ممكن مرات بيأكل أكثر من القدر الطبيعي أو الحاجة الطبيعية لكن ما ظاهر فيه، شنو الأسباب طبيا اللي ممكن تخلي زول ده يعاني من عدم زيادة الوزن؟ أيوة. في ناس بيأكلوا أساسا الجينات بتاعتهم أو العائلة بتاعتهم أو كده ممكن يكونوا هم نحيفين يعني أساسا، فدل يعني زيادتهم ذاتها بتكون صعبة. في تاني أسباب تاني، مثلا أسباب مرضية أسباب غير مرضية. مثلا أسباب المرضية في الغدة، في سوء الامتصاص، مثلا إذا إنسان أو طفل أو أي زول بيأكل فمثلا عنده سوء امتصاص فما بيستفيد من المواد الغذائية والمواد اللي هي ممكن تدخل البطن، فعشان كده ممكن يكون ما في زيادة. غير كده مثلا في ناس بيأكلوا كميات كبيرة لكن الأكل ذاته نوع شنو، هم بيأكلوا حاجات أساسا بيكون ما فيها فائدة يعني، ما عشان كده هم ما بيزيدوا. طيب عايزين نتكلم عن نقطة تحديدا، نوع التغذية المناسبة عشان تخلي الإنسان وزنه مثالي ووزنه صحيح. أيوة. مثلا في عناصر كثيرة، مثلا الزول في اليوم مفروض في العناصر الغذائية الستة اللي هي الكربوهيدرات، البروتين، الفيتامينز، الماء، الحاجات دي يعني مفروض أي إنسان خلال اليوم بيكون يعني أخذ كميته من في كميات طبعا محددة من العناصر دي ذاتها، مثلا البروتين من 15% ل20%، الكربوهيدرات، الحاجات دي طبعا على ما أي زول بيختلف من التاني. ما مثلا أنت عديك زيادة بتاعت وزن نفس الزول التاني، لا أي زول بيختلف من التاني مثلا على حسب الوزن. بعدها نحن بنقسم الكميات دي خلال اليوم بنحسبها في سعرات معينة، فبالتالي كده الجسم يكون استفاد من الحاجات اللي هو مفروض يأخذها خلال اليوم. العناصر دي مثلا زي البروتين يعني مهم في التجديد وبناء الأنسجة والعمليات البناء والنمو. الكربوهيدرات كمان عنده وظيفة تانية، الفيتامينز، فهمتها؟ فلو مثلا إنه إنسان يعتمد على الكربوهيدرات أو أكل فبيكون ناقص حاجات تانية. فعشان كده نحن يعني بنوصي إنه كل العناصر مفروض تأخذ في اليوم بكميات محددة على حسب الوزن عشان الزول يكون طبيعي، يقلل من الأمراض، يكون وزنه مثالي، يكون هو زول صحي. طيب دكتورة، هل النحافة دي يعني عندها فئة عمرية معينة ولا ممكن زول من يعاني منها يعني من ما تولد؟ أيوة. أو في مرحلة الطفولة أو كده أو في مرحلة الشباب، هل عندها مقصور على فئة معينة؟ لا ما عندها أكيد يعني فئة معينة. الأطفال ممكن يكون في أطفال نحيفين، ممكن الشباب برضو يكون نحيفين، الأكبر منهم ممكن يكون نحيفين، لكن المشكلة أساسا بتبتدي من الأطفال. يعني مثلا إذا الطفل كان عنده مشكلة غذائية من الأول
فممكن تستمر معه لحد ما يكبر. فالأطفال هم أكثر فئة محتاجة إنه يكون عندهم رعاية خاصة، عناية، اهتمام من في النمو بتاعهم عشان يمشوا لنا لقدام كويسين. تمام، جميل. دكتور، نتكلم بما إنه تكلمنا نركز على الأطفال، نتكلم عن الوجبات الصحية اللي ممكن يتناولها الطفل حتى على الأقل يعني بتساعده في استيعاب الدروس المدرسة أو كده. أيوة، زي ما وريتك إنه الطفل مفروض يأخذ كل العناصر الغذائية، لكن في المرحلة دي إحنا بنركز على البروتين. البروتين والكربوهيدرات، لكن البروتين أكتر ليه؟ لأنه في مرحلة بتاعت نمو عايز يكبر ولسه قدامه حاجات كثيرة يعني، فبنركز لها البروتين أكتر. أيوة، في عناصر برضو مهمة بالنسبة للأطفال زي الكالسيوم عشان الأسنان، عشان العظام بتاعتهم. يعني الطفل من الأول إذا نحن ما أديناه كمية كافية مثلا من الكالسيوم، بعدين لقدام حيكون عنده مشاكل بتاعت هشاشة بتاعت عظام، ومشاكل العظام عموما، حتى الأسنان بتاعته ممكن ما تقوم بطريقة صحيحة أو كده. فبالتالي نركز على الأطفال في إنه نديهم مثلا كوبايتين أو ثلاثة كباب حليب في اليوم يوميا من الصباح. يعني ما من الصباح، خلال اليوم كله مثلا في الفترة الصباحية ممكن ياخذوا حليب أو مشتقات الحليب، يعني ما إلا حليب بالمساء ممكن ياخذوا حليب، نص النهار ممكن ياخذوا يعني زبادي أو كذا. في النهاية نحن بنركز على الحصص، يعني من ثلاثة من اثنين لثلاثة يوميا، دي ده مثلا ممكن يكون الحليب. تمام. في نفس الوقت عندنا الوجبة بتاعت الفطور مهمة شديد بالنسبة للأطفال اللي هم في المدارس أو ما قبل المدرسة يعني. فبنركز لهم انه المفروض اهم حاجه انه الفطور يكون متكامل، يعني وجبه غذائيه كامله فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها فيتامينز. مثلا فيتامينز يعني بتمثل في السلطه، بنعود احنا طبعا. طيب، لكن المدارس انت عارفه عباره عن سندوتشات او كده. لا ايوه، ممكن السندوتش ذاته احنا نخليه كوجبه متكاملة يعني مثلا. ايوه، ممكن اذا حشيت فيه قطعه بتاعت لحمه او قطعه بتاعت بيض، ممكن اعمل بيض بالخضار او اخذ السلطه يعني في الساندويتش ذاته. فعشان شنو كده بتكون مثلا البيضه بتمثل لي الكربوهيدرات، العيش البيض البروتين، معلش العيش بتمثل لي الكربوهيدرات، الفيتامينز بلقاه في السلطه او كده. اخذت لي قطعه بتاعت فاكهه ياكلها مثلا بعد الفطور، او اذا كان في عندهم زي فسحة تانية أو في فترة تانية هم بيأكلوا فيها، ممكن يأديوا فواكه أو عصير يعني قليل السكر أو كده. طيب دكتورة، في أطفال معروفين، يعني الأطفال يعني في ناس كثيرة بيعانوا من فقدان الشهية، ما بيأكلوا يعني طوال الطفل، تلقى الأم معاني في البيت إنه الطفل ما بيأكل وما شنو وما شنو، فكيف نحن نرغب الأطفال في على الطعام وكده؟ أيوة، وفي كثير جدا برضو من الأطفال ما بحبوا السلطة أو كده، مع إنه السلطة فيها كل العناصر الغذائية المهمة الضرورية. أيوة، كيف نحن نرغب الأطفال على الطعام؟ أول حاجة، في حاجات كثيرة مثلا بتمنع الأطفال إنهم يأكلوا. مثلا بنلقى أطفال بيشربوا سكري أو بيأكلوا سكريات قبل الوجبة، أو في أطفال مثلا بيأكلوا شيبس أو الحاجات دي كلها بتمنع الطفل إنه يأكل. فبتقلل الشهية. عشان كده إنه أنا بنصح الأمهات إنه قبل الوجبة يعني ما يدوم أي حاجة، يعني حلويات أو شيبس أو الحاجات اللي هم بيأكلوها الأطفال دي أو مشروبات غازية أو كده. ممكن الحاجات دي تتأخذ لكن بعد الوجبة وبكميات محددة، يعني بكميات بسيطة أو كده، يعني ما يكتر منها، لأنه برضو فيها مواد حافظة، فيها مشاكل كثيرة بالنسبة للأطفال. فالأم تركز على الوجبة الأساسية، بعد ذاك تشوف الحاجات الثانية مثلا إذا كانت حلويات، إذا كانت مشروبات غازية أو ما شابه يعني. تمام. معنا افتكر صور هنا في على الشاشه. ايوه، تتابعها نعلق عليها ممكن. ايوه، دي كلها مثلا الصور دي بتسهل شويه على الام انه الطفل مثلا، لانه الاطفال بيقول لك دائما بياكلوا هم بعيونهم. فدي حاجه ترتيب الالوان. أيوة، مهم جدا في الحاجه دي. اكيد، لانه بالذات الاحمر والاصفر، فدي كلها حاجات ممكن تشجع الامهات او الاطفال انهم يعني ياكلوا. طيب، دي علق عليها برضه. ايوه، مثلا اسئله لو لاحظت انه دي فيها تفاحه بتمثل لي في الفيتامينز، فيها كربوهيدرات، فيها بروتين، فتحس بها انها عباره عن وجبه متكاملة. ايوه بالضبط كده.
فممكن الأمهات يعني يستخدموا الطرق ده ويتجولي عشان إنهم. طيب دكتورة كيف تنصح الأمهات إنهم يهتموا بترتيب الوجبات للأطفال وحتى للأسرة عموما يعني ترتيب الوجبات؟ أول حاجة طبعا أهم حاجة اللي هي الوجبة بتاعت الفطور، يعني الناس كلها تركز على وجبة الفطور. دائما في ناس كثيرين بأخر وجبة الفطور لحد زمن متأخر. ميزة إنك تفطر بدري شنو؟ الميزة في إنه الجسم في عنده خلال اليوم عشان يقدر يعني ياخد الطاقة بتاعته، وإنه كيف يقوم بالعمليات، الجسم ذاته يقوم بالعمليات الحيوية وكده. فعشان كده إحنا دائما بنقول وجبة الفطور لازم تكون تكون بروتين، في البروتين عشان وظيفته اللي هي البناء والتجديد بتاع الأنسجة، بتقوم بالوظائف المهمة في الجسم أكثر يعني أكثر من السكريات والكربوهيدرات وكده. عكسها يعني إنه السكريات بالعكس بتخلي الزول إنه يعني جسمه كده يعني في كسل في خمول. فعشان كده دائما بننصح الأمهات إنهم في الصباح ما يدوا الأطفال يعني يشيلهم السندوتشات بطحنية ومربى أو اللي هو السكريات، فبركز على وجبة البروتين من الصباح بالنسبة للأطفال. عندها تأثيرات طبعا سلبية أكيد. أيوة السكريات. السكريات أيوة بالعكس، البروتين بالعكس بتخلي الطالب يعني مثلا إذا جبت اثنين طالبين يعني فبيكون واحد اديته وجبة بتاعت بروتين واحد اديته وجبة بتاعت سكريات، فبتلقى ذاك نشيط حيوي يعني بيستقبل الفهم بتاعه شوية، بيكون يعني أحسن من الثاني بيكون كسلان ما قادر يستوعب. ليه؟ لأنه ديك بتديه طاقة ودي بالعكس بتشتغل له في الجسم. طيب دكتورة برضو عندنا حاجة مهمة جدا من أهملها نحن يعني ما بنعير لها اهتمام كبير، الخضروات. وجود الخضروات في الوجبات بتاعتنا يعني شنو الفوائد اللي ممكن تقدمها لنا الخضروات؟ أيوة طبعا الخضروات دي فيها يعني فيها فوائد كثيرة، وكلها مثلا إذا كان بنمسك مثلا الخضروات اللونها أخضر اللي هي زي الخس والعجور والجرجير وكذا، فيها فيتامينات مثلا، فيها فيتامين كي يعني بيشتغل على الجسم. فيها الخضروات اللونها أصفر برتقالي مثلا زي الليمون، دي بتدينا فيتامين سي. فيتامين سي بيعمل لنا شنو؟ ففيتامين سي مثلا بيقلل لنا من الامراض بتاعت الالتهابات وكده. فاذا الزول مثلا اخذ فيتامين سي في اليوم فممكن يعني انا ما بقول لك انه ما بيصيب بالامراض، لكن شنو بيقلل منها. مثلا اذا في نزله، اذا الجو بارد، اذا ممكن يتعرض لاي من النزلات او الالتهابات دي فممكن تقلل له يعني من فالفيتامينات والمعادن كلها بتقلل من الامراض يعني، بتمد الجسم بالطاقه و بنحتاج لها برضو في الوظائف بتاعت الجسم. لكن ما فيها أي عملية بتاعت بناء، ما في أي عملية بتاعت يعني إذا الزول اعتمد على السلطة وخلى حاجات تانية فأكيد حيكون جسمه ناقص يعني. جميل دكتورة، برضو معروف إنه الأطفال بيركزوا دائما على تلقاهم يأكلوا الشيبس. أيوة في يعني بصورة كميات كبيرة جدا، حتى بعض الناس الكبار عندهم يعني مرضى بالشيبس وكده. عاوزين نعرف تأثيرات الحاجة دي، وبالتأكيد في ناس كثيرة برضو بتاكل الشيبس قبل الأكل. أيوة. قبل دارين نعرف مدى التأثير على الحاجة دي يعني. أول حاجة الشيبس يعني بكل أنواع وكده يعني في النهاية ممكن الطفل يأكله، لكن دي كل حاجات في النهاية مصنعة يعني فيها مواد مضافة، فيها مواد حافظة، فيها ألوان، فيها نكهات، فدي كلها حاجات صناعية يعني كلها ما حاجات طبيعية. يعني عندها تأثيرات يعني تأثيراتها ما ممكن تكون وقتي وممكن تكون على المدى الطويل. فعرفت مثلا أغلبية الشيبس دي بتحفظ بالملح. يعني مثلا إذا الطفل أكل لي مثلا أكثر من كيس بتاع شيبس يوميا ممكن الجزء المسموح به إنه يطلع يعني مع الجسم، فبيطلع فبيبقى الباقي وين متركز ليا في الكلى. فبتراكم بتركز ملح 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 كل يوم، فبالتالي الوظائف تحت الكلى بتقيل وكده ممكن يكون الطفل معرض لأمراض تحت الكلى يعني. دي مثلا ممكن تكون من المساوئ تحت الشيبس او عموما الحاجات الجاهزة عموما يعني. فانا ما بقول انه ما ياكلوا شيبس، لكن يعني بكميات يعني بسيطة. وبعد الوجبة وفي خيار تاني يعني انا بفضل انه الامهات يعني تعمل حاجات دي في البيت. يعني نفس الشيبس المصنع ممكن تصنع في البيت بنفس الطريقه والخطر بتاعه شنو بيكون اقل. لانه حتى اذا كان الشيبس محمر بزيت ممكن الزيت يكون مكرر، فنحن بنخش مشاكل بتاعه كانسر وحياه زي كده يعني.
برضو المياه الغازية برضو أيوة. بتناول الكميات كبيرة وكده. أيوة دي كلها في النهاية مواد حافظة، في النهاية المواد الحافظة دي بتقعد تترسب في الكلى، بتعمل مشاكل تحت الكلى. أما الحاجات التانية المعاملة بالزيوت دي، عشان كده شايفين الأمراض كترت عندنا، فكلها من يعني أغلبيتها أو ممكن يكون 75% من النظام الغذائي الغلط. طيب دكتور، نتكلم برضو عن البدائل المناسبة عشان نعمل وجبات خفيفة للأطفال، أو شنو ممكن الوجبات اللي بيخدها لنا اختصاص التغذية وبحبوها الأطفال، يعني ممكن تكون شنو؟ أول حاجة مثلا يعني الأطفال عموما تقريبا بيحبوا البطاطس، بيحبوا الأطفال عموما من عمر العمر قبل المدرسة، يعني العمر من عمر 3 سنوات ل5 سنوات أو 6 سنوات ديل، بيحبوا الحاجات اللي هم بالتقطاب الأصابع. عرفتها؟ فيعني الطفل لا ما مثلا عمر صغير لا ما تاكله او كذا، لا خليه ياكل براهو. تمام؟ فهم بيحبوا برضه الحاجات في شكل اصابع، يعني عموما اي حاجه في شكل اصبع هم بيحبوها. فممكن نعمل لهم الشيبس، الكفته، يعني في شكل بتاع اصبع. ممكن برضه صور أيوة. ظاهره على الشاشه توضح لنا الاشكال. ايوه مثلا ممكن اشكال زي كذا برضه يحبوها الاطفال. يعني هسه ده في رز، في خضروات، في لحوم، في شاي، فباعتباره زي فيه خضروات، فيه كربوهيدرات باعتباره بروتين وفيتامينز باعتبار يعني اسف وشكله باعتباره زي يعني وجبه متكامله. وجبه متكامله ايوه بالضبط كده. فدي كلها اشكال ممكن تساعد الاطفال انهم يعني يحبوا الوجبات وتساعدهم على انهم ياكلوا ويتغذوا كويس. بعدين اخذ الوجبات الكامله بتفتح شهيه الشخص أيوة للاكل كدا. ممكن أيوة. دون ما يرجع للطبيب او كده او بدون ما ياخذ فممكن ايوه يعني التغذيه احنا بنقول الغذاء يعني قبل الدواء، فهمت؟ فلو يعني مثلا بيقلل لنا من الامراض، احنا ما بنقول بيغينا من الامراض لكن بيقلل. يعني التغذيه السليمه بتقلل من الامراض. فنحن لو بعدين يعني بتساعد كثير في الاستيعاب الاستيعاب وكده. ايوه طيب دكتور، قبل تكلمنا عن فقدان الشهيه وكده، كيف فقدان الشهيه، عدم القدره على الاقبال على الطعام وكده، كيف نواجه المشكله دي نحن؟ مثلا اذا كان الاطفال هم ما بياكلوا، اول حاجه نشوف الاسباب هي شنو. مثلا اذا كان في اسباب مرضيه انه هو ما بيقدر، نقوم نلجا انه نعالجها. في اسباب يعني مرضيه اطفال بيكون عيانين عشان كده هم ما بيقدروا ياكلوا. في اسباب ثانيه انه الطريقه اللي بيقدموا بها الاكل هي ما بتعجبهم، عشان كده هم بيرفضوا الاكل. في انواع معينه من الاكل هم بيحبوها، في حاجات ما بيحبوها، فدي كلها ممكن تكون اسباب لفقدان الشهيه يعني. فاحنا نحاول نحدد المشكله حتى بعد ذاك نقدر نعالجها. إذا كانت مشكلة مرضية نعالجها، إذا كان نشوفها ما بحب الحاجة دي ليه، وإذا كان هو ما بحبها نحاول نعالج إنه مثلا الإشكالية دي. مثلا إذا كان الطفل ما بحب لي نوع معين من الأكل، فأنا بخليه ما حقدمه له حاليا، لكن ما حخليه نهائي، لأنه ممكن قد يكون حاجة مهمة. في أطفال كثيرين ما بحبوا الحليب، في اطفال كثيرين ما بيحبوا البيض، ودي كل حاجات مهمه بالنسبه لهم. فيعني انا برضو كمان بوجه رساله للمدارس انهم يعني اعملوا لهم زي اسبوع او وجبات كده. اذا كان في طفل معين ما بيحب وجبه، يقوم يعمل يوم انه مثلا اليوم ده يوم الحليب، يقدموا فيه كل الحاجات اللي ممكن تكون، ممكن يعملوا شكل او مجسم بتاع حليب، يوروا انه الحليب ده يعني للعظام، للاسنان، عشان انت تبقى كبير، عشان انت تبقى بطل. بعدين وقدموا حليب للاطفال كلهم، فبالتالي الطفل اللي ما بيحب الحليب لما يشوف كل يعني زملانه كده، فاكيد تاني حيرجع يحب الحليب. يعني دي كلها وسائل عشان انه نخلي الاطفال انه يعني يتغذوا كويس. طيب دكتور نهلا، نديك ختاما كده فرصه تدي رشيد طبيه او نصائح او ارشادات رسائل برضه للاسر وكده في كيفية التغذية السليمة، وتوجيهات من كاختصاص التغذية يعني، حتى ممارسة الرياضة برضو يعني. أيوة. أول حاجة بنصح الأمهات إنه يهتموا بالوجبة بتاعت الفطور أو السندوتشات بالنسبة للأطفال، حتى ممكن هم يصحوا بدري أو قبل يوم يجهزوا الحاجة عشان هم ما يكسلوا من إعداد الوجبة دي. فأهم حاجة فيها البروتين،
يكون فيها سلطة، كتر من الخضروات والفواكه، الحليب مهم برضو بالنسبة للأطفال للصحة، الرياضة، فدي كلها حاجات ممكن يعني يستفيدوا منها الناس. أيوة بالضبط كده. تمام. شكرا. نحن بنشكرك شديد الدكتورة نهلة صلاح اختصاصي التغذية، كنت قدمتي إرشادات ورسائل ونصائح مهمة جدا في عملية التغذية والتغذية السليمة وأخذ الوجبات المتكاملة بتحتوي على كل العناصر الغذائية. شكرا لك كثير على وجودك معنا في صباحات سودانية. العفو، وشكرا لكم أنتم كثير. شكرا. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، ده كان ملفنا عن مع الدكتورة نهلة صلاح اختصاصي التغذية. تتواصل فقرات صباحات سودانية ونشوف مع بعض فقرة معزومين شاي مع الإعلامي حسام محي الدين.